البلد مساء الحرية حرية الحرية البرنامج هي ملك الام تي في بس هي من الاملاك اللي نسيتها الام تي في بس انا ما نسيت لا مساء الحرية رفعته الام تي في كل ليلة كل ليلة رفعته ما نسيتك ابدا ما نسيتها وما نسيتك يعني كل أحوالنا نحن ما بننساك دكتور لن ننساك ابدا, <applause> أبداً. أه الله يطول بعمرك يعني. <applause> كان عم بيحكي عن الحب وانت جاي لابس كرافات حمراء يعني شو في الليله غرام وحب وهيك لا ولا لا لا ما لا بدنا نحكي بدنا نحكي محبه وهيك ولا بدنا نحكي ما نتخانق مين ومين مين مين ومين بنتخانق ما بعرف انا اساله بدنا اربع بنلعب انا ما في, في حدا مو. بالحياه بيعني لدرجه انه اتخانق معه 100% وما في حدا بالحياه بكرهه لدرجه انه اتجوزه فما في شيء تخافوا منه انا بكره حولي <تصفيق> <تصفيق> بدنا نسالك بدنا نسالك عن الـ بدنا نسالك عن الزواج زويل. زويل. فيه الزواج فيه زوال الزواج الزوال هي الزواج هي الزوال يعني زياد جواز زواج <applause> 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 عم زواج لك جاي بقوه زياد في ناس <applause> بتحكي صغيره قال ما <applause> مات ما مات 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 انا شفت مين مات قبلي يعني <تصفيق> 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 بس انت قلت ما في حدا بكرهه كفايه لحتى اتزوج ودائما بتقول هيك لانه هيدي حقيقه شعوري وحقيقه رايي وبعتقد انه الحياه كثير صغيره وقصيره مشان واحد يكذب على حاله ويكذب على غيره اذا قدر كذب على كل الناس والاستقرق. ما بيقدر ما حسيت يكذب. ولا مره انه جاي على تستقر تستقر انا مستقر من دون زواج اذا تزوجت بفقد استقراري طيب يكون عندك اولاد عندي اولاد كثير انا زارع كثير محبه وفكر واحلام بملايين الناس عبر التلفزيون ب 30 سنه وبعتقد هني اوفى لإلي من اذا جبت ولد مني انه بعدين يمسح لي اذا شخيت تحتي او ياخذني عند الحكيم أو منتج او لا ما تمنتج الحقيقة الحقيقة مثل الشمس بيقول ارسطو ما حدا بس هيدي مهمة يعني انت عم بتقولها هيك بس هيدي مهمة لا انا بقولها لانه انا بقول على العالي كل شيء بيقولوا الناس على ايه الواقع بس هي مهمة انك تلاقي حدا اخر ايه بس انا ما بدي الاقي حدا لانه انا ما بعتقد اولا اني رح اعيش لهالوقت وثانيا اذا صار معي هالشيء مش رح اطلب من حدا إيه لانه ما بعتقد انه في حدا بحبني كفايه والحب كلمه كبيره وانا بحب احكي بالاشياء الكبيره تاكبر م. ما في حدا بحبني لهالدرجه ليعرض علي هيك شيء او يجي يقعد بجانبي لانه لو بدها شتى غيمت ولهلا الشمس زرقاء 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 ما مبين ولا غايمه بالصراحه طيب زياد مش اوقات نحنا من بنوصل للي نحن بنفكر فيه يعني اوقات اذا نحن مثلا مش حاطين امل بشغله ما بنوصل لها اذا حاطين امل بنوصل يعني اوقات نحن بنكون بنسجن حالنا بفكره مسبقه مش هدف الحياه هو الزواج هدف الحياه انه الانسان يحقق نفسه وانا بعتقد اذا الانسان بيحقق نفسه من دون زواج فليكن واذا بيحقق نفسه من خلال التكامل مع امراه فليكن بس اذا ما صارت هو مش معناتها أنت من يعني مش ضد مش ضد انا ضد انا ماني ضد انه غيري يتجوز لا ابدا يعني الحب لنا كلنا نتجوز الحب الحب, كلمه كبيره وانا اصغر بكثير انه احكي بهاي الكلمه انا بعتقد انه الناس بيتاجروا بالحب مثل ما بيتاجروا بالوفا وبالوطن وبالله بكل هالمفاهيم الكبيره الحب, كبيرة. الحب بالنسبه لي هو تكامل كبير بين انسان وانسان ومش بالضرورة يوصل للزواج لأن يعني أنا برأيي الزواج هو عكس طبيعة الإنسان لأنه نحن وقت اللي تفبركنا جينيا ما تفبركنا تنعيش طب مع ليه بعده هالقد مستمر؟ ما خلص جملتي مش عم تخليني خلص لا خلص يا عمي لا, لا نحن بس تفبركنا بكل, بكل كلمة عم بتقولها في مجال لواحد يسأل سؤال بس تفبركنا جينيا نحن البشر كلنا إناثا وذكورا يعني ما تفبركنا تنعيش مع شريك جنس واحد وهذا شيء العلم بيثبتوا انه اتس ميكانيزم اوف يعني لي لتستمر البشريه لهالسبب السخيف واللي ما حدا بده يطلع عليه ما في ولا زواج ظابط طيب بس ليش مستمره كل الزواجات كل الزواجات يعني اللي مبينه انها ظابطه هي زواج يا المره بعد ما لقطت الرجال يا رجال بعد ما لقط مرته عم تخون إيه. طيب او لقطين بعضهم وساكتين ايه وساكتين لانه برافو عليكي بس كاسك. كيسك, كيسك. كيسك. زياد آه زياد بس اذا هل هو انا سؤال عن جد بطرحه اذا هالمؤسسه هالقد فاشله لي ليه ليه بعدها مستمره هالقد لانه مصلحه لانه كل الناس بيعيشوا عن مصلحه من زمان كانوا يتجوزوا لانه المصلحه كل الحياه كل الحياه اساسها مصلحه مصلحه المراه الامال مصلحه الأمتزادية. بين الناس ما كان حدا بيحكي مع حدا وكل هول الخبريات اللي بيخبروك اياهم الوفاء للوطن هلا سعاده النائب كان عم يحكي انه في 85% من اللبنانيه <applause> حابين يروحوا انا بقول في 100 بس ال15 مخجولين يقولوا انه نحن بدنا نفل واللي بالحياة. بعد ما راح لانه ما معه حق تيكت بس زياد نجم كنت كنا عم نقول له انه كان ضيفنا بالحلقه 100 كنت ضيفه بالحلقه الاولى الاولى من حديث البلد ان شاء الله ما تكون هي الاخرانيه قد ايه طلع وشك حلو علينا بدي سقفه لزياد شكرا <applause> زياد نجي بدي اشكرك على وجودك وبدي بلش نعمل هيك شويه فلاش باك شو رايك حاضر انت جراح فم وفك وحنك كمان حنك يعني بتهتم لا. بقصه مفرق. الحنك مش طق الحنك مش <تصفيق> <حنك>. <تصفيق> لا بس انه انه الفك يعني حنك بالدارج ما هيك بس حتى تنا... حتى نعرف ايه بس ما خص هيدي بهيدي لا لا بس انه انا ما قلت خطا الحنك ما حدا جاب سيره أه؟ واستاذ جامعي وانت اعلامي معروف ولو ما بتحب انا معروف بس مني اعلامي معروف من الجبل من انا عمينا. معروف بس ماني هيداك بني معروف انا معروف <applause> بس <مني> اعلامي معروف وما ارضي يعني انا مني دارس إذا اعلام ما بحياتي ادعيت اني انا اعلامي انا ماني دارس اعلام وما في ولا سياسة ولا انسان عنده سلطه ماليه بيقدر يدعي او يقول يوما ما انه هو بعت لي كيس رز على البيت فبالتالي انا ماني بي... اعلامي مش هدف يصير اعلامي ومش طموح يصير اعلامي وانا اكبر بكثير من التلفزيون طيب بس بس الاعلاميه بيقبضوا <applause> عممت هيك <applause> طيب بتصير بس كلهم مش كلهم مش في كلهم. في يعني كلهم يعني اللي ما قبضوا بعد يلي هن استناء. بعد ما بيعرفوا يقبضوا او بعد ما صاير لهم يقبضوا <applause> بس على الطريق بس في كثير ما بيعرفوا ايه بيتعلموا مع الوقت يعني لا. شاطرين في ناس ما بيتعلموا آه ما بعرف بنشوف بكره الحياه بتفرجينا مع الوقت الوقت بقول لك شيء في ناس لانهم اعلاميه بيدفعوا الوقت منى هو اهم قاضي واهم بيضع محكمه وفي محكمه اهم من الوقت هو الضمير نابليون بونابارت كان يقول ما كونسيانس اي لو سول او جيفوك ما يعني ضميري هو المحكمه الوحيده اللي انا بحكم فيها على ادائي وبعتقد انه اذا كل الناس زمطوا من عدل المحاكم ما بيقدروا يزبطوا من عدل الضمير صح صح 100% انت جراح فم وفك واستاذ جامعي وانت اعلامي معروف برجع بعد لك من 30 سنه تميزت فيهم بجرأتك الاستثنائيه وبطرح مواضيع بيعتبرها المجتمع تابو وانت ضيفنا الليله لانه اشتقنا لك ولحتى نتعرف على جانب الطبيب اللي فيك واللي ما كثير ظاهر للمشاهدين زياد نجام 14 برنامج ب 31 سنه انتقلت فيهم بين محطات عديده واحيانا متناقضه من ال بي سي والمشرق للام تي في وابو ظبي والحره وصولا للاو تي في مترس عندكم شو عمل؟ مترس. مترس اه بعرف بس هاتوا لما بمترس بخوف <applause> مش صحيح مش صحيح استغنوا عني مثلهم مثل غيرهم مش صحيح مش, مش, دقيق هيدا الكلام الانسان مش دقيق هيدا الكلام كلهم استغنوا عني والاو تي استغنت عني بس واحدة وما بلومهم ما استغنى مثل ما هني حرين انا حر احكي اللي بدي اياه وانا ما حدا بيقدر يوقفني عن التغريد اللي بغرده لانه السرب يلي انا فيه ما حدا بي بيطير فيه عم صفحه فبالتالي, فبالتالي انا كتير مقتنع بالشيء بالعمل اللي عملته بالاو تي في بس الاو تي استغنت عني متلها مثل كل المحطات التلفزيونيه اللي اشتغلت معه بس 31 سنه اعلام معناتها الاعلام بحد ذاته ما استغنى عنك مش صحيح مش صحيح يمكن في بعض الناس او بعض المشاهدين بيتابعوني وبيحترموني وبيحبوني لا وانا بكتير. وانا ادين لهم بالاحترام وانا بحترم حتى يلي ما بيفكروا مثلي لانه انا اؤمن ب بعبوديه للحريه ولكن العمل التلفزيوني بيقتضي الكثير من المعايير والمقاييس اللي انا بفتقد إلها. واهم شيء هي الزحفاطونيه يعني. والسكوت والعقل المؤخرات. مم. بس ما فينا نعمم كمان ما فينا نعمم. انا ما عم بعطيك رايي يعني مم. اذا بديك كبي رايي بالزباله بس هيدا رايي رأي لا ما رح اذا بعد دقيقه هلا متت اذا بعد دقيقه متت مم. انا ضميري مرتاح لدرجه انه ما بحكي معه ولا كلمه. لا لضميرك؟ هلأ, هلا 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 اذا متت انا ضميري كتير طبيع. مرتاح اني قلت كل شيء بفكر فيه ولاني بحترم الناس بقول الحقيقه. يعني معقول انت مثلا انت بتحركش فيهم لهالمحطات مثلا بشيء محل لا انا بتعلي ما بحكي الدوز حركاش. بتعلي الدوز ما بقعدوا انا يحلو. لا اذا انا عليت الدوز وهن ما قدروا طاروا معي اذا هن حساسين وانا نسر ما خصني إيه. واذا هن بخافوا من الكلمه كمان انا ما خصني ما يدعوا انه هن بي... بي... بيخ... ما بخافوا من الكلمه وهن بحبوا الحريه لانه اللي بحب الحريه بيحكي مع انسان حر ما بيجيب ناس ذليلين يحكوا باسم الحريه وهن ما لهم شيء منا الا شكله واسمه قديش الحرية مطلقة سيمو أبي رميا؟ يعني قديش فيك تقول بحكي الحرية ومطلقة؟ لا أنا بعتقد الحرية بدها تكون مسؤولة كمان مم. يعني واحد بيدور أنا حر وحط موسيقى كل الليل مش فارقه معي أنا حر والجيرانه ما عم بيناموا مثلا مم. أه الحرية الكلامية يمكن مم. كمان بكلامي تجرحي تأذي أه تقتلي أه يا ما عالم انتحروا إلى ايه؟ ما وبالتالي لا الحرية بدها تكون عندها إطار مسؤول والا منكون بشريعه الغيب بمكان ما بالانارشي انا ضد الانارشي مع الحريه المسؤوله مم. انارشي الفوضى يعني. الفوضى اذا بدك <applause> <applause> يعني <applause> <applause> سمحوا لي اقدم تحيه لعاصر الرحباني عاصي العاصي <applause> مش كل واحد اسمه عاصي هو عاصي وعاصر الرحباني كل 500 سنه بيجي مثله بلبنان اما اللي هلا بلبنان أما اللي هلأ بلبنان كل 500 ثانية بيجي متلهم بدنا خليك واقف زياد خلينا نوجه تحية بدنا موسيقى ستاندينج أوبيشن بيز معنا لا روح شفت شفت فيروز وعاصي اخذوك لغير محل على سيره الحريه وانه المحطات ما بتتحملك ليه ما بتفتح يوتيوب شانل اليوم صار في في امكانيه يعني خاص فيك وبتحكي اللي بدك الفكره وارده بس لشو يعني باي بنك بتصرفيها يعني 14 برنامج وكذا مره تهددنا وكذا مره المجتمع اخذ عنا فكره انه نحن ضد الامور التقليديه وكذا مره احرجنا وكذا مره احرجنا وكذا مرة تنقلنا من محطة لمحطة بأي بانك هول بتصرف فيهم يعني الحرية ما عم تحكي الحرية للحرية المطلقة لحرية التعبير أي بنت هلأ حلوة ومقصرة التنورة وبتكره السوتيان قادرة تقدم على أي تلفزيون وتاخد برنامج قبله وفي كتير برامج بس قادرة تستمر في كتير, في كتير برامج وفي كتير تلفزيونات اختاروا ثدي ومؤخرات البعض منهم وفضلون على عقل زياد نجام او امثاله بس بدي اقول لك شغله زياد نجام أه انت شفتون؟ التلفزيونات التلفزيونات فيها من كل شيء انا شايف يعني كثير واذا بقول لك شو شايف هلا في نص اللي عم بيحضروك بيغبوا هلا ايه لانه في نص اللي عم بيحضروك بيعرفوا شو بفكر وفي نص بيشكوا بشو بفكر اذا اللي بيشكوا بشو بفكر بيعرفوا قد اللي بيعرفوا شو بفكر وعرفوا شو بفكر وقلت لهم على العالي شو هن بيفكروا على الواطي بيغبوا هلا بس بدي اقول لك شو هلأ زياد هلأ. ما فينا هلا, هلأ. ما فينا ناخذ هذا الريسك لانه بتروحنا نص الاودينس لا انا دلوقتي. ما راح بس هو ميشيل ب... بتروحنا نص الاودينس بيقشط الريتنج يعني منى ميشيل عم بي... بيلعب لعبه الاستفزاز أيه. مع امبراطور الاستفزاز اي ف طيب ب... هيدي زقفه للامبراطور امبراطور امبراطور الاستفزاز واضح واضح انا باين <applause> قديش قدي اول شيء بدي, بدي اقول شغله المحطات فيها من كل شيء الفو دي في ما مثل الحياه فيها من كل شيء في واحد يعني قال ما فينا ايه؟ نضل عم نحكي جد كل النهار في ز... في زلمه ما فينا عم نحكي قال لي... لانه المخ... فيها 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 اجسام فيها مؤخرات وفيها عقل اوكي okay. في زلمه قال لي ليش مش عم تعمل برامج على التلفزيون قلت له اطلع <applause> بالتلفزيونات مين عم يعمل برامج بتفهم ليه انا ما عم بعمل برامج مم. طيب هذا بتشملنا. بتشملنا 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 لنا كمان بتشملنا لقلنا كمان فيهم حبهم هيك لانه حب <تصفيق> يبدو <تصفيق> يبدو دكتور, دكتور بتشملنا لقل لقلنا والمؤثرة. كمان بتشملنا <applause> لألنا. لا فيك. انا ما عم بعمم بس عم بحكي انه هيدا الجو العام مم. يلي موجود بالاعلام اللبناني والعربي من اكثر من 10 15 سنه وعم بيزيد وعم بيصير الوضع مزري ولسوء الحظ ادارات التلفزيونات بدل ما يطلعوا بالناس عم ينزلوا لعندهم لا للاسف هلا هيدا في شيء موجود يعني والكل عم والكل شايفينه زياد بين حكيم او دكتور طبيب آه انا مش حكيم لا حكيم أه. ولا دكتور اذا بتسمح الطبيب ما في يكون حكيم انت أنا حكيم طبيب. انت حكيم طبيب. قبل ما تكون أنا طبيب طبيب ومش مقوص على الجيب. انت حكيم ساج انت مني ساج انا ماني ساج بلق. أريستو ساج أه. أريستو ساج أه. في حكمه أفلطون. ما عندك حكمه هيدا شو عم ساج كل الوقت ايه بس أيوه. كلمه الحكيم هي كلمه كتير كبيره كانوا كانوا يحكوا عنها بايام ب... ع... الاغريق صح مم. وبعتقد من ايام الاغريق لليوم ما اجا حدا بحجم ارسطو او أمثاله او تلاميذه يكون حكيم ليستاهل كلمه حكيم على كل حال حك... حك... عندك حكم حكيم تاك. بس هذا غير موضوع عندك عندك حكمتك على كل حال بين الالقاب طبيب والأعلامي وامبراطور الاستفزاز أي ايه رجل من الناس لا بتحب انا دائما بقول للزملاء بال, بال... يعني يعني الدنيا. حتى انت انت عم تستفز بكون في ضحكه هون هيك صغيره لا هي الضحكه بتبلش بالقلب ست منى هي. لا هيدي الضحكه بكون شرح الكاركتير تبعه رجع زياد نجيم ما فيني اشرح الكاركتر لانه اذا بشلح الكاركتر بيوقف قلبي لان هي طبيعتي على فكره بيسلم عليك كثير 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 انطوان كاسابيون داريوس كله حبيبنا ك... حبيبنا داريوس داريوس استاذنا وحبيب قلبنا و... وبلشنا من عنده وبسلم عليك جاد حكمة وهبه أوه. واو. رحم الله حكمة وهبه الكبير ورياض شراره الكبير و... وتحية لروحهم أعلام أعلام من لبنان حكمة رياض شرارة هول هول عن تعريف حكمة وهبة من هون حكمة وهبي مدرسة وعمل خطه اللي ما حدا قدر يجي بيعانوا محله وانقطف بكير كمان حكمة وهبة الأميغو أميغو. أميغو, أميغو أميغو العرب طيب حكمة وهبي كمان كان أميغو العرب وكان موهوب مش بس بالإعلام جدا ليد بأنه يخلق الكاركترات لكن في امكانيه نفتح يوتيوب تشانل مش هيدا طموحي طموحي بالحياة إني يكون نفسي وإني ألتقي بالله قبل ما أموت هيدا طموحي ما بنزل تحت هالطموح الله الله منفصل عنا يعني لازم نلتقى فيه لازم نروح ما بعرف لو بقدر أعرف عن الله كنت قلت لك شو بقصد بهالكلمة بس أنا بعتقد أنه الإنسان بيحقق نفسه هو بيعتقد أنه بيحقق نفسه بس يعمل سلطة أو مال أو جاه او خبره او مصاري او شهره انا برايي هون كلهم بيخلصوا بثلاث عضام وقت كان عمري 17 سنه رحت على فرنسا لاعمل ميدسين انا وبيي فؤاد قلت له بدي روح زور نابليون رحت على محل اسمه الاسبلاناد دي زانفاليد نزلت على الانفاليد دلني قلت له قوي الامبرور دلني هيك طلعت هيك لقيت بلاطه وما شفت شي تحتها قلت له وين الامبراطور قال لي اللي تبقى قال لي سوكي ان ريست ادمنو لئيم هو لقيم عن جون يعني مش عن عن زكا ايه قلت هون انا انصدمت كنت انا مغرم بسيره هذا الامبراطور الكبير يلي عمل عده انجازات بحياته هو أخبر رجعت فيه. على الاوتيل محل ما كان بي ناطرني قبل ما ياخذنا على بوردو م. انا وخيي مشان نبلش اول سنه طب لان بلشت اول سنه طب ببوردو بعدين جيت على جامعه القديس يوسف عملت طب اسنان طلعت هيك قلت انه اوف اوف انه كل هاي الحياه وكل هيدا الانسان وكل هاي العظمه حقها ثلاث عظام انه لو الناس بيطلعوا وبيفهموا قيمه الحياه ما كان ولا حدا بيأذي حدا ولا حدا بيكذب على حدا ولا حدا بيكره حدا ولا حدا طيب بيرفض ما شفت الاخر أوه. عندك عندك حكيم. آه. هيدي حكيم صارت ايه ما هي حكمه آه اليوم عندك منبر على فيسبوك شربان ميشيل ايه <applause> <applause> كاسك ميشيل كاسك <applause> <applause> مش هالمش كلهم سوا ما تكره شوي شوي <تصفيق> <تصفيق> اليوم ما عندك منبر على فيسبوك اسمه سترجي ايه مش منبر هيدا في عليه اكثر من 5000 6500 آه 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 شخص مم. بيعبروا عن ارائهم بالفيسبوك اسمه سترجي هو بيحطوا آه بحطوا كوتس لك كمان نعم. كوتس من الاشياء اللي بتقولها بحطوا أه كثير لانه انا ست مش واضع نفسي كانا انسان يعني انا انسان بشتغل بكثير من الجديه والتواضع بالحياه عم بحكي بس ماني قابض حالي جد مم. ماني قابض حالي جد لدرجه انه قول لهم اذا حدا قال شيء انا ردت شيء انا قلته قول له بليز ما تنسى تحط المزدوجين لانه خبرتك قصه الثلاثه <applause> بس اليوم انت بعدك عم بتقول طبعا نابوليون يعني مم. القصه كلها بتخلص بثلاثه اعضاء بس انت عم تقول انك اهم من التلفزيون واهم من المنابر اكيد يعني قابض حالك جد اكيد انا بقول انه مش انا وقت اللي بحكي عن انا مش يعني انا انا بقول انه الانسان الحر اهم من التلفزيون لانه انا اللي بيميزني عن غيري اني انا وصلت حاضر على التلفزيون يعني بلشت التلفزيون بفضل انسان اسمه سيمون اسمر بوجه له تحيه كبيره تحية بس تحية انا كبيرة وصلت أسفر. حاضر م. انا وصلت انا بعرف شو بدي بعرف شو تحية كبيرة لأستاذ سيمون وتركت التلفزيون بعدني موجود، في ناس بيوصلوا على التلفزيون صفر بيصيروا اكثر من الصفر فيرجول وبس يتركوا التلفزيون بصيروا تحت الصفر صح وهيدا مش وضعي لانه انا مصفحة. انسان بيني نفسي وعامل نفسي بفضل تربية بيي وامي وأهله، الانسان؟ وبالتالي بيستمر بهالرصيد بهال الصغير المتواضع بالحياة الانسان هو القيمة المطلقة اهم مية بالمية الكلمة. اذا بدك تكتب شي على استرجي اليوم من حديث البلد بتوصف فيه الوضع السياسي بلبنان جملة واحدة شو بتقول زفت أحسن ما أقول شيء ثاني له ريحة يا ريت زفت عم ننبش بدنا زفت <applause> بدنا نزفت الطرقات ما في بعتقد الناس فهمت <تصفيق> <تصفيق> أنا بقول إنه الوضع كثير مزري وبفتكر إنه هلا رح يزعل أستاذ سيمون بفتكر إنه <applause> كل اللي حكموا آخر 30 سنة لازم يفلوا على البيت ويتركوا المكان لناس جداد بلبنان لأنه كلهم فشلوا <applause> وكلهم ما راقبوا بعضهم وكلهم ما حاسبوا بعضهم وكلهم كانوا بمحل وصاروا بمحل آخر وكلهم كانوا ضد هيدا بس هيدا حط ايده معهم صاروا معه كل اللي كان ضد صار معه كل اللي كان معه صار مش ضد السياسة. نعم. مش هيك السياسه نعم مشاكل السياسه السياسه وسخه السياسه يعني قليل انسان اشتغل سياسه وطلع نظيف في بعض الامثله النادره مثل الرئيس الـ الـ الجنرال شارل دوغول لما قال لهم من بعد كل شيء عمل لفرنسا قال عملوا اعملوا بليبيسيت يعني اعملوا استفتاء استفتاء كان على الـ على الام تي في ونسيوه واذا بتروحي هلا على يوتيوب في بس برامج زيادة نجيم منا على اليوتيوب اللي هي ام تي في الحريه وكل برامج الام على اليوتيوب واذا بتروحي بالال بي سي على اليوتيوب كل برامج ما عدا الشاطر يحكي مش موجوده وقريبا كل البرامج كنت عم تحكي عن شارل كمل لا 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 انا كل البرامج اللي قبل انا بكمل مثل ما بدي وما حدا بيحط زيادة شيء على رقبتي لا. ولا حدا بيقول لي شيء عم خبر شارل قال لهم اذا ما بجيب عدد معين منسوب معين بنسحب وشارل جول وعظمته شارل جول يلي يلي شفره من الشفرات اللي بيحلق فيها بتسوى 99% من رجال السياسه بهالشرق من مضيق جبل طارق لدجله والفرات هو وعظمته انسحب وراح قعد بكولومبي لدوز اجليز وعطى اكزامبل بالديمقراطيه هاي الديمقراطيه مش الديمقراطيه اللي بيكون قاعد عقوه على الكرسي وبيضلوا 40 سنه و50 سنه هيدا مثل بالديمقراطيه يحتذى به ويحتذى به كل اللي اليوم حاكمين بلبنان وحاكمين بلبنان وهول كلهم لازم يفلوا على البيت ويجيبوا ناس اوادم ونظيفي الكف حتى لو كان البعض منهم ناجح بس في شيء اسمه تداول السلطة وتداول السلطة هو أمر كتير أساسي بالديمقراطية واللي ما بيفهم أهمية تداول السلطة ما بيفهم شيء بالديمقراطية بدل ما يحكي بالديمقراطية روح يحكي بالفلافل والبطاطا أم فوتنام صير أحلام إنه بلدنا صارت بلد أم فوتنام بهالايام حربي سكر زياد نجيم كنت عم جرب الا انه كل البرامج الموجوده على ابلكيشن الام تي في هي من 2014 وبالطالع شو هي؟ البرامج الموجوده على ابلكيشن الام تي في على الويب سايت هي من 2014 وبالطالع يعني انت مش مقصود قالوا لك اياها هلا على هيدي اوكي لا, لا 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 انا بدي اقول لا. لا. لا, لا. لا, لا لانه لا لانه قالوا ليها لالي لا لا مفهم. ما هي بال 2014 عمل الويب سايت من وقتها ست منى ما احنا آه. من حديث البلد انا حطيت هاي. انا حطيت ايدي على الورقه مم. وبس شلتها ضلت صبغتي على الورقه وما حدا في محيه الا الموت مم. بس في حدا غيرك في و... يعني برامج مثلا ست ايام ابو شديد كل البرامج اللي كانت باخر أبو. مسرحيه فخر الدين مم. بكون فخر الدين عم بيسلم فخر الدين المعني مم. الكبير الثاني مش مم. الاول بكون عم بيسلم العثمانيين بكون عم بيكتب له اللي معه بيقول له يمين خلص الحبر من القلم، بيقول له وخلص اللي بدنا نقوله كمان، وانا خلص اللي بدي اقوله قلته، يعني ما بقى في شيء زياده قوله، ايه بس هيدي بالذات انت مش, يعني مش مستهدف فيها والناس بتعرف شو بدي والناس بتعرف مين بدي والناس بتعرف مين ما بدي، م. الناس كلها بتعرف اللي بتفهم واللي ما بتفهم واليوم ما بقى في ناس ما بتفهم، في ناس ما عندها معلومه كافيه او ما عندها اه امكانيه انه توصل للمعلومه بس كل الناس صارت واعيه وبتفهم وبفتكر انه اليوم التحدي الكبير عند الشعب اللبناني يفرجين الشعب اللبناني لان انا نظريتي بتقول انه ما في شعب فرجينا قد بيفهم في انتخابات لا بفرجينا قد بيفهم بكره بس بس يروح على صندوق الاقتراع مش يرجع يجيب لنا زيت الناس يلي صار لهم 30 سنه من فشل لفشل من فشل لفشل تحت عناوين مختلفه انسى يفرجينا الشعب اللبناني والا انا معي حق اقول انه ما في شعب بلبنان وحاج بقى نكذب على بعضنا ونكذب على الناس ونكذب على حالنا لانه اللي بيكذب على حاله ما له عين يقف قدام المرايه ويحلق الصبح بيصير وجهه اسود مثل الفحمه صح. دكتور نجيم في علق بس لانه ماني موافق سوري أكي. لانه اول شيء زياد بحترمه لانه عنده افكار متقدمه جدا وفي كثير افكار وافقوا الراي فيها بس في افكار فينا حق الاختلاف <applause> أكيد. أساسي. هو قال هو قال حق اصلا اصلا بحي جرأته لانه م. حكي بمواضيع مجتمعيه اساسيه م. واضح انه بغرد خارج السرب المجتمعي اللبناني م. ويمكن معه حق ويمكن مغلط بس لنا حق انه نكون ما نكون متفقين معه تماما موضوع الشعب اللبناني تقلي كلاوي ما عم بحكي من باب المزايده بالباب السياسي م. الشعب هو سيد نفسه مش بالضرورة إذا الشعب عمل خيار يعاكس خيار زياد نجام يعني ما في شعب بدي أنه بدنا نحترم لا بدنا نحترم رأي الشعب وقرار الشعب الحر إذا الشعب بده منى أبي حمزة يعني الشعب بده منى أبي حمزة حق منى أبي حمزة تكون مختاره ومنتخبه من قبل الشعب مش لانه هو ما بده منى والشعب انتخب منى صار بس انه أو ما في شعب اوقات كثير عم بواجهوه بطريقه تخويف ترهيب مصارش. فراغ حتى حتى يجي او عظيم. او, أو حتى مصالح ومصالح هلا ثاني يعني. شيء بدي اقوله وهيدي معلي زياد لازم يكون موافق انا صديق م. زياد بعرف من بريز باريس اللي بدي اقوله انه لاول مره بلبنان بنعتمد قانون انتخابات اسمه عنوانه الاساسي النسبيه يعني صار حيلا انسان حيلا انسان عنده حيثيه نسبيه معينه له حق يكون موجود بالندوه البرلمانيه مجلس النواب وبالتالي هلا بعتقد الشعب اللي قبل كان في بوستات ومحادل هلا كل العالم بتعرف انه بالقانون الجديد صار في امكانيه وصول اشخاص ما عندهم او ما بينتموا لاحزاب وتيارات سياسيه بس عندهم افكار واراء جديده ومن خلال الانتخابات اللي جاي بيقدروا متفائل بهيدي الناحيه انه نشوف اشخاص انا مؤمن فيدي. مؤمن انه ما راح ما راح احكي بالنسبه بس انا مؤمن انه هناك الكثير من النواب الحاليين راح يختفوا من مجلس النواب لانه عم نعمل النسبيه صار عند واحد اذا عنده حيثيه معينه 10% موافق زياد نجيم. لا اكيد لا ليه؟ دولة بتقتل إميل بيطار ودولة بتغيب حسن رفاعي ودولة بتشحط وبتدفش شرب النحاس ودولة بتستغيب موريس الجميل منها دولة هاي مشروع دولة وقت اللي بيجيبوا على الدولة رجالات دولة مش رجالات بالدولة في فرق بين مم. رجل دولة مم. ورجل ولا الناس بس هذا اللي بدي اقوله مش الدولة بتجيب لك رجالات الشعب بيجيب بطلع. الرجالات شعب اذا في شعب طيب ما هون انا ماني متفق معك ايه بكره بنشوف بكره بنشوف الاسماء وبكره بنشوف هالكم اسم الله الصغار يلي منهم من البوستات بما انك عم تعيطلي باسمي رح اختصر مسافه الالقاب وعيط لك باسمك سيمون لانه مس... الالقاب ما لهم طعمه لانه في ناس صغار بدهم لقب ليكبروا فيه وفي ناس كبار منهم بحاجه للقب ليكبروا سيمون بكره بتشوف الناس يلي رح يجيبون هيدا قانون النسبيه يلي اللي جابوه شايفين حالهم في هول رح يصيروا قاعدين رح يصيروا شهود زور وانا ما بامن بمجلس نيابه بيقبل يجدد لحاله أولا وثانيا أنا ما بأمن بمجلس نيابة ما بيحاسب حكومة أعطيني مرة بتاريخ لبنان الحديث من أيام تبوء الرئيس بشار الخوري لليوم أي مجلس نيابة سقط حكومة الشارع كان يسقط حكومة بس ولا مرة مجلس النواب حاسب تا يسقط الحكومة وحضرتك قلت من شوي انه لازم نفصل قصه النيابه عن, الوزاره لانه ما فيني انا اكون وزير وحاسب نفسي 100% اورفوار ام اشهدنا عهد عم بحاسب عهد العهد اللي قبله بس انه هيدي هيدي هي غير موضوع هذا غير موضوع غير موضوع لا اي ما هيدا شدنا شيء ثاني اه بالانتقال للطب انت من القليل بالشرق الحاصلين على شهاده البورد الاوروبي لجراحه الفم بميلانو، هي اهم شهاده اوروبيه بهالمجال، انت كمان رئيس تحرير مجله نقابه اطباء الاسنان بلبنان من سنه 2009 واللي جبت لنا معنا معك نسخه، نسختين تاخدوا فكره عنا يعني منا وانت فخور بهالمجله اللي مثل ما بتوصفها بتحمل وجه النقابه طبعا مش وجه بس النقابه هو الوجه العلمي لاطباء الاسنان بلبنان اللي هن حوالي 5000 طبيب مسجلين وهي ومميزين، اثنين آه مميزين طبعا هل... كل واحد مميز باختصاصه صح بس انا بحب العمل العلمي والتحصيل العلمي والي الشرف اني كنت خدمت بالنقابة كرئيس لجنه علميه بين ال2000 و 2003 وبعدين بلشت اشتغل بالمجله بعدين صرت مساعد رئيس التحرير كان بوقتها الدكتور جعت فيليب, للأعلام فيليب عرموني اه رجعت للصحافه والاعلام لا 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 انا ما بطريقة بحياتي بطريقه يعني بطريقه انا ما بحياتي انا عم بشتغل تلفزيون وقفت الطب وما بحياتي انا عم بشتغل طب وقف التلفزيون لانه الطب والتلفزيون هن توامين بيجمعهم شغله واحده هن خدمه الناس خدمه العلم وخدمه الناس نشوفك هون بالعمليات هون بمستشفى عبد الحكومه من خلال العمليات الجراحيه اللي بنعملها مع الاطباء يلي عم يتخصصوا بجراحه الفم واللي هو احد اهم برامج التخصص بالشرق العربي ومستشفى عبد الحكومه هو مستشفى كثير مهم لانه بيفتح لنا المجال انه نعمل كل العمليات الجراحيه الفكيه تحت تاثير التخدير العام وهو مستشفى بتعرف ما بيعرفك واحد بلا عوينات ما هيك شوف ما كنت حذرت انه هيدا وجهه أه لا هم. ما بنعرفه لانه مسكر له تمه لانه ما ما العيون سيمو ابي شفنا له سنه العيون عينينا ما رح <applause> احكيكي عن العيون لانه انت لا فيك تكتب كتاب عن العيون هلا <applause> بيكون في شي عشره الاف مره ماتوا <applause> غاروا عليك غاروا عليك فيروز آه، بتقول اسامينا شو تعبوا اهالينا شو افتكروا فيها الاسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني اسامينا فيك تقري اسمي من عيوني صح صح بس عم بس حطيت لنا العوينات شلنا العوينات لا عيونك عن زياد نجام لعيونك <applause> <applause> لا حقيقه مبين اصغر بلا العوينات على فكره اصغر بالقيمه ولا بالعمر لا بالعمر, لا بالعمر, بالعمر بالقيمه ما بتصغر و... القيمه بتصغر وبتكبر بعوينات عم نتسلى عم نلعب على الكلام ليه ما بتترشح لمنصب ليه ما بتترشح لمنصب نقيب الاطباء فيني اخدم نقابتي وفيني اخدم زملائي وزميلاتي من خلال العلم وانا مني كثير يعني انا بحب الشان العام بس ما بحب السياسه لانه السياسه مجويه ما بحب وانا عشت مثل ما عايش بيي فؤاد وامي ايفا نظيف وبدي ضل نظيف وبدي موت نظيف حتى من بعد ما موت وتحول و... و... لاشلاء والعظام بدي ضل نظيف وبدي يضل حتى خصمي واللي ما بيحبني يمرق يقول ما كنت حبه بس كنت احترمه هيدا اهم شغلة عندي بالدنيا والسياسة <تصفيق> السياسة <تصفيق> السياسة ست منى تعمل لك اخصام ما مشكلة اذا عملت لك اخصام بس الاخصام أك اكترية الاوقات بيتحولوا لاعداء صح. وانا برايي ما في شيء بالدنيا بيحرز تعمل عدو. انه انه تعملي عداوات الا شغلتين بس الكرامه والوطن انا هول شغلتين ما بنحني الا لهول لكرامتي كرامتي وكرامه اللي بحبهم ووطني والله عم تحكي عن شيء انا ما بعرفه انت بتعرفيه فيك ما انت قلت انه انه بدك تلتقى فيه بدك اه فيه ايه بس بعد ما صار هاللقاء لانه <applause> بعتقد هو شايلني اللي عن ليستا وشكله بهالايام ما عم بيصغر عقله من حبك ايه من يا شاغل هالدنيا بحبك حبيبي ما اطيب قلبك من ايه حجام بتحب يسموك ضمير ضمير الوطن ضمير لبنان ضمير لا ضمير بدك تكوني من حجم ريمون قدي او عاصر رحباني ضمير لبنان ريمون قدي ايه اه انا لا مم. ما ماني ما انا ما ما الحجم, الحجم, انساني لا ابنها. انا آآ 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 انا حركه وعي انا شخصيا حركه وعي انا انسان عم نبش على الحقيقه وما بخاف احكي على العالي اني عم نبش على الحقيقه وانا باحث عن الحقيقه بطرق علمية وبطرق غير علمية مرة كنت مع زميلنا توني خليفة وكنا كانوا عم بيعملوا حلقة عن الإلحاد بقلت لهم بأول حلقة يمكن بأول حلقة تفكروني ملحد يمكن بنص الحلقة تفكروني لا أدري يعني أجنوستيك يعني ما بعرف إذا موجود ما بعرف إذا مش موجود أنا يمكن... بعتقد داري و ما بعرف شو مطلع. يمكن بآخر الحلقة <applause> تفكروني مؤمن بس أنا ولا واحد من هالثلاثة أنا باحث عن الحقيقة وأنا بعتقد أنه ما في إلا الشك بيوصلك لليقين بس مش كل الناس عندن الروحية وعندن القوة وعندن العزم انه أوكي. يشكوا لانه الناس بتخاف وأغلبية الناس اللي بتآمن هي ناس بتخاف وبتآمن من خلال الخوف وانا برأيي اذا في الله واذا الله مثل ما الناس بيدعوا انه هو هو محبة فاذا ما مفروض يخوف فاذا الخايفين اكيد ما اكتشفوا الله لانه لو خي... لو ما كانوا خايفين كانوا بيوصلوا على بس الله بسهولة آه أكثر زياد نجام مش متفقين على شغل انه في حقيقه؟ ولا عندك شك انه ما في حقيقه؟ آه اكيد عندي شك، انا بقول كل انسان عنده حقيقته مم. ولازم نحترم حقيقه الاخر مم. وبعتقد انه بس في حقيقه، إذا كل انسان عنده حقيقته في حقيقة أكيد في حقيقة بس في حقيقة مطلقة آه ما بعرف مين انا تقول انه في حق ارسطو ما قال في حقيقه مطلقه انا بدي اقول انه في حقيقه كلهم مطلقة. كانوا افتر الحقيقه المطلقه أه؟ كلهم كانوا ورا الحقيقه المطلقه كلهم كانوا ساعيين وراها بس ما بعتقد حدا وصل يعني الحقيقه المطلقه هي مثل الحب هي كلمه كبيره كل الناس بيحكوا فيها وبيتاجروا فيها وما حدا ما معه خبر فيها الحقيقه موجوده الحب موجود والله حب واذا و... و... بس عشيه بتغمض عيونك تشوف حركه الكواكب وحركتك انت واندفاعك لما تحب تعرف وانت اكيد بتعرف هالشي حاسس فيه زياد نجام عندك انترفيو كثير مهضوم بيقول مجرب ولا مش مجرب حسب شو طيب خلينا نشوف خلينا نشوف زياد نجام وانترفيو مجرب او مش مجرب, مش مجرب. <applause> مجرب او مش مجرب توصل لسرعه 220 بالسياره اكيد مش مجرب لان لو كنت مجرب ما كنت هون كنت ببيت شباب حد بي أمي هلا اكيد منيحه هاي رساله منيحه ولا المجرب. بجرب ولا بجرب ما بيهمني الموضوع ابدا مجرب او مش مجرب تنط من اول طابق اذا اجى جوزة ايه لا لا ماني مجرب نط من اول طابق لانه ماني كنت رياضي على ايام الشباب هلا ما عدت رياضي وما عندي وقت يعني ما ما بفكر بهيك شغله بفضل بالحرب في كثير شباب نطوا من اول طابق يعني بس ما انا حظي كان يعني نسبيا حظي كان نسبيا جيد انه ولا مره اضطريت نط من الطابق الاول ان شاء الله ما تضطر <applause> مجرب او مش مجرب الماريوانا لا ماني مجربها وما بيهمني جربها وما بيهمني لا الشرب ولا الكول ولا الحشيشه ولا الكابتاغون ولا اللي بيتعاطوا شربوا الكول وحشيشه كمان هذا بس بحترم خيارهم <applause> <applause> بس ما بيهمني هالمسائل بس منك من الناس اللي بيهربوا بهي الاشياء كيف بيهربوا يعني؟ يعني هن بيهربوا بالحشيشه وبالماريجوانا وبالالكول لا لا, وبال... لا لا, لا انا ما بيهربوا, بيهربوا. انا مشكلتي اني بواجه مش ما هيها هيها لانه لانه هدول الاشخاص كلهم بيهربوا لا بيهربوا. انا ما بحكم عليهم هيك انا ما بحكم عليهم هيك انا ما عندي هيدا الحكم المبرم العثماني على اغلبهم اغلبهم 83% ما بعرف لا بيهربوا ما بعرف بس <تصفيق> بس, <applause> بس <applause> اكيد بس انا بحترم الانسان اللي بحشيش وبحترم الانسان اكيد من يلي أكيد عنده علاقات ما بيعترف فيها المجتمع او اللي عنده فكر منه معترف فيه بالمجتمع وادافع عن حقه بالوجود مين ما يكون بس في في اكيد يعني حيز كبير من الهروب بهيدول القصص مجرب أنا او مش هيدا رايي مش هيدا رايي اوكي مجرب او مش مجرب تكتب شعر؟ كاتب شعر, كتب شعر, أه كتب شعر كتبت شعر وقت كنت صغير بس قريت الاخطل الصغير واحمد شوقي والمتنبي مش خزقتهم استعملتهم بابيات ولا حسيت <applause> <applause> لقيت حالك انه صغير حد <applause> عيب يعني <applause> بضحكوني هلا يعني مع احترامي للناس انه في ناس بيعملوا لك بيكتبوا شعر يعني هول اكيد مش قارين الشعراء الكبار يعني انا برايي اغلبيه اللي بيكتبوا شعر هلا في ناس شعره كثير جيدين بس كمان يعني مثلا بس تحكي بسعيد عقل يعني مثلا سعيد عقل مثلا كل مئة سنه بيجي واحد في مثله فلسفة كان قاعد شعر في فلسفه آه؟ بشعره في فلسفه في بعض كان قاعد حقاً. مره كان بعده شاب يعني بالخمسين يمكن اجى لعنده صديقه مرته اسمها شذا فات قال له استاذ سعيد بعرفك على مدامتي شذا هلا هو بشم منيح كان استاذ سعيد قال له مررتي ببالي فاشتممت الشذا ترى كنتي ببالي الورود ماشي جوزها طحبش صار طص ابي مسكته هيك وكبته بالزباله وصارت تظهر ما صعدها لا مش هيك مش هيدي المساله <applause> يعني المساله انه اليوم بيضحكوني انا اوقات بكون قاعد بمطاعم شوف شب بلقبوا حالهم ايه على بدون ما بدون معرفه عمره شي ربع ساعة أو شي عشر دقايق عم بكذب على وحدة تاينة معها بصير يعمل لها شعر و... بسمع أنا أنا سمعي كتير متطور بسمع بصير اضحك أول شي لأنه كذاب بكذب بي بي عليها ثلاث ساعات تينام معها ثلاث دقائق وثاني شيء لانه عم يحكي شي شيء ما له طعمه وبيهشل وشيء مزري وبيكسر ال 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 القاف والقاف بالكاف والصاد والضمه بيحطها القاف والكاف بس بينتهي بياخذ ثلاث دقائق نهايتها لا هي <applause> هي رجوليه <applause> <applause> هلا <ها> هي ثلاث دقائق استاذ سيمو مهمين <applause> مهمه انك تخلص مع مرة بس مهمه تضلك مع هي المرة مش مهم تحصل على المرة مهم تضلك معها مش كلهم بكون بضل يضلوا ساعات لا هو عم بيقول بضل ثلاث ساعات لياخذ ثلاث دقائق بس الرجال هو مش انا ثلاث دقائق ليضل معه ثلاث ساعات مش انا مش انا عم بقول انه الرجال عامة بكذب ثلاث ساعات هو المشكلة اكثر بالبنات اللي بيشتروا من هيدا الحكي مجرب او مش مجرب على سيره الستات والمرا عم تقول مرا مجرب او مش مجرب تكون اصحاب مع ميريام كلينك لا ما جربت ولا مره مجرب او مش مجرب الهجره الهجرة أنا صار لي 58 سنة مهاجر صار لي 58 بالمعنى سنة بالمعنى بالمعنى الجغرافي أنا صار لي 58 سنة بالجغرافي والاجتماعي والفكري والعقائدي وين هلا؟ عم فتش على وطن وين وين هلا؟ عم فتش على وطن اوكي بس إذا بدك توصف محل ما قاعد عم هلأ. عم بروح عم بروح تأتدفى وتفيا تحت الأرزة م. عم بيقتلني البرد وعم تقتلني الشمس مجرب او مش مجرب الفقر؟ اللي مش حكيم الفقر؟ انا بكتير اشياء فقير، وبكثير اشياء بعد حالي بكل تواضع غني. فقير بنقص الانسانيه فيي، لانه من وقت ما تعرفت على تيريزا دو كنت انا اعتبر انه يمكن انا بعمل شيء مع الناس، اعتبرت شفت انه هالانسانه العظيمه اذا هي هاي مسيحيه انا مسيحي، مش هوليك اللي بيلبسوا ذهب وبيلبسوا احمر وبيكذبوا على الناس وبيصبغوا شعرهم، لا هاي اذا هي مسيحيه انا مسيحي واكثر من المسيح مسيحي، هاي المرة يلي راحت على افقر بلد على سيره الفقر واللي هو يعني ما في الا انت واللي يعني. هو واللي هو ما في الا مسلمين وخدمت المسلمين واساسا بال بالطلعه اللي عملوا لها بس ماتت، ما كان في الا مسلمين بالطلعه معناتها هاي المسيحية الكونية يلي نحن بنحكي عنها هاي أنا بأمن فيها مش هاي المسيحية معناتها عندك إيمان عندك ديانتك لا إيه ديانتك. لا لا هي مش ديانتي هاي قناعتي الديانة أناع... هي في تاني الديانة أنيعة ممكن تكون أنيعة ممكن تكون شيء آخر بس أنا عم بحكي عن قصة الفقر وأخذتك على المنحة الإنسانية وقلت لك أنه لما تعرفت على حياتها لتيريزا دو كالكيتا فهمت انه في منحة انساني بيقدر الانسان يفهم إنسانية. منه امور توجه. ويستخدمه كقدوة هذا توجه المسيح, توجه المسيح. ما بعرف انا ما كيف ما, ما بتعرف مين انا لا أحكي بتوجه المسيح؟ جرب او مش ماما تيريزا هي تبعت تعاليم المسيح ايه اوكي طح. بس ما سالتها انا ما شفتها وسالتها يعني ما 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 بقدر بحكي عنها ما فيني استغيبها ما بقدر جرب او مش مجرب التعاليم الانسانيه هي وحده عند كل الاديان، مجرب او مش مجرب تحضير الارواح تحضير الارواح هلا عم بحضرون لا, لا ما 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 يعني مع احترامي للي بحضروا ارواح بس انا ما بامن بهالقصة ما بتامن ما, ما يعني ولا حتى بيقدروا يستحضروا انرجي معينه يعني. ما ما, ما صراحه ما كتير بعرف عن هالأشياء وما بفضل ما اعطي رايي لان رايي ما له آه قيمه مجرب او مش مجرب البونجي جامبينج بالعربي شو يعني؟ يعني بتنزل بالحبل المغايطه عم تمزحي عم. عم تمزحي انا وعم باخذ دوش بلبس بلبس بواب بخاف ما اغرق بدك نط بانجي جامبينج بدنا صورة لك بالحمام بالدوش مجرب او مش مجرب الايمان انا بعتقد مجرب الايمان هو اهم شغلة بحياتي يعني مشروع الايمان و... وبي وامي ماتوا بي وامي كانوا كثير مؤمنين بس مش مؤمنين انه من هول اللي بيمشوا يعني بيمشوا مش 15 مسبحه و... مم. مش مش, مش ممارسين وبشكل. ومش حاملين صليب ذهب وما وما بيلبسوا احمر وما كانوا يصبغوا شعرهم كانوا مؤمنين بعيدة. على السكت وعيت اكيد بعيده لانه انا مقتنع بكل شغله بقولها وبفتكر انه الناس بتفهم عن مين عم بحكي وحكيت عن تيريزا القدوة فبعتقد الناس بيعرفوا انا باي رف بس قصه الايمان هي مشروع حياتي <applause> ولما دائما الناس بيقولوا لي انت شو طموحك؟ بقول لهم طموحي اني التقي بالله، لانه من دون الله حياتي الها قيمه بس ما لها معنى. صح 100% <applause> جوانا جوانا نشوف جوانا شو جابت ما فيني غشيشها، شو مكتوب على كارتك زياد نجاي؟ لا ما بذكرها، هل تذكر غنية عمي بو مسعود؟ لا ما ما بذكرها. كيف؟ حدا بيعرفها من الشباب والصبايا؟ ولو؟ حدا بيعرفها؟ بلا بلا ما مذكرها ابدا؟ ما بذكرها لا ما عمي بو مسعود عيونه كبار لا. لا يا لا كل ما بيشبع عمي بو مسعود, بو مسعود. ما يعني حتى مش ذاكرها مزبوط طب كلهم عندهم سيارات بدنا وحده ما كلهم عندهم سيارات كمان مش ذاكرها مش عندو جدي عنده حمار جدي كان يحب الفرس ما كان يحب الحمار ما هو الفرس اخر شيء بصير حمار بس بس اذا بده يكون متواضع مثل مادر تريزا دو كالكوتا كمان لا الحمار أه حاله بس خلينا قال في كر في كر صغير يعني ابن ابنه الحمار كان عم بيسال امه قال له ماما امتين رح تجوزيني؟ قالت له بكره بس تكبر وتصير حمار بجوزك منيحه على ذكر الحمار يعني هاي احلى من الغنيه